فيديو اليوم للناس الرومانسية والعاطفية، للشاعريين اللي حياتهم كلها عبارة عن ورود وقلوب حمراء وزجاجة خمر، عفوا وزجاجة عطر. فيديو اليوم للناس اللي إذا سمعوا أغاني حزينة يصيروا حزينين بالرغم من إنه ما في أي شيء حزين في حياتهم. فيديو اليوم للناس اللي إذا سمعوا أغاني اشتياق وحب يحسون إنهم مشتاقين لشخص هم ما عندهم أي شخص يشتاقوا له أصلا. للناس اللي إذا شافوا شيء سعيد تغمرهم السعادة رغم أنف البؤس والحياة القاسية. للناس اللي تقدر تشوف الجمال في أبسط الأشياء وتشوف النور في عمق الظلام. والله يا جماعة لا تقولوا لي مقدمة ما هي متعوب، والله متعوب عليها. بعدين يا مخرج إيش أم الموسيقى الحزينة اللي أنت حاطة في الخلفية دي؟ حط موسيقى رومانسية للناس الرومانسيين. يا الفيديو رومانسي اليوم، نبغى موسيقى رومانسية ممكن؟ أيوة كذا أحسن. الله كيف يا رومانسي انت؟ يلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اصور لكم الفيديو هذا وباقي على الدوام 45 دقيقه، تخيلوا لهذه الدرجه محدثكم مره مشغول وملاقي وقت، ولكن لاجل عين تكرم مدينة. اهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة خارج الصندوق، السلسلة اللي نتكلم فيها عن مجموعة افلام مبتكرة وغير اعتيادية وتم تقديمها بشكل مميز عن الافلام المعتادة. وفي حال انك ما تابعت السلاسل القديمة يسعدني ويشرفني جدا انك تطلع على قائمة تشغيل خارج الصندوق، فيها كم فيديو وفيها كم فيلم داخلها مرة مجنونة لا تفوتك. شوفوا يا جماعة، أنا مرة أحب أفلام الخيال، ولو تحط لي تصنيف خيال في أي فيلم غالبا راح أتابعه. يعني فيلم خيال ورعب يا سلام، خيال ورومانسي قدام، خيال وأكشن أحيه قدام، خيال وإثارة وغموض يا لطيف يا لطيف، خيال وخيال أوه يب، مرة أحب أفلام الخيال. يمكن لأني إنسان أحب الأشياء الخارقة للطبيعة والتي لا تخضع للقوانين الطبيعية والمنطق والخراط فيها مسموح، ويمكن لأنه الخيال هو أفضل مهرب للإنسان من الواقع اللي تعودنا نشوفه كل يوم وما نشوف أي شيء شاطح عنه. ففي فيديو اليوم جبت لكم أربعة أفلام رومانسية مع لمسة فانتازيا وخيال مميزة جدا، وتدور أحداثها حول الحب والسفر عبر الزمن. أحلى حاجتين في الحياة. وللأمانة يا جماعة هذه الأفلام صافحت قلبي بكل حب وتركت فيني شعور جدا جميل بعد متابعتها. كذا تخلص الفيلم وانت مسوي؟ وصدقني مو لازم تكون تحب الأفلام الرومانسية علشان تتابع هذه الأفلام، صدقني هذه الأفلام مش مجرد أفلام رومانسية، هذه أفلام رومانسية خارج الصندوق. تأكد من ذي المعلومة أو تذكرها دائما. فعل السريع عزيزي الوجيه لايك لو أعجبك الفيديو، واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل جرس التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، واربط حزامك وخلينا نبدأ. I love your eyes and I love the rest of your face too. الفيلم الأول About Time، واللي صدر سنة 2013. انت الآن لو جاتك فرصة انك ترجع بالزمن الى نقطة معينة وتسحب كلام جارح انت قلته لشخص عزيز عليك، ايش اللي يمنعك انك تسوي كذا؟ لو بيدك فرصة ترجع بالزمن وتغير اشياء بسيطة في حياتك ولكن اثرها جدا كبير على مستقبلك، ايش اللي يمنعك؟ لو بيدك فرصة انك ترجع وتعيش لحظات بسيطة مع شخص اخذ الموت منك، ايش اللي يمنعك؟ وهذا جزء بسيط فقط من الفكرة اللي يحاول يوصلها لنا الكاتب عن طريق هذا الفيلم العبقري والجميل جدا، ولكن مش باسلوب رومانسي مبتذل بل بأسلوب شيق وممتع للغاية. قصة الفيلم بالمختصر عن شاب ينحدر من أسرة تحمل في دمائها القدرة على السفر عبر الزمن ولكن بعد بلوغ سن 21 سنة. وفي يوم من الأيام هذا الشاب اللطيف والمتواضع يقابل حب حياته ويقرر أنه خلاص هذه هي البنت اللي أبغى أعيش باقي حياتي معاها، هذه هي البنت اللي أبغى أموت وأنا معاها تحت نفس سقف البيت. ولكن تواجهه بعض الإشكاليات أثناء محاولة إثبات جدية علاقته معها، فيقرر أنه خلاص أنا الأوان أني أبدأ أستخدم الشيء اللي يسري في عروقي، لازم أبدأ أستخدم ميزة السفر عبر الزمن اللي هي عندي علشان يوظفها في صالح مشاعره تجاه هذه البنت ويضمن أنه يعني يسعدها بكل الطرق. ما كان عنده أي استخدامات شريرة لها،
كل شيء سواه عشان الحب باسم الحب. على سبيل المثال عشان ابسط لك فكره الفيلم، اذا في حال انك دايخ يعني، ممكن يعني انك دايخ وانت مركز هيركز. انت يا حبيبي يوم من الايام رحت عند امك ومثلا قالت لك يا ولدي روح جيب لي لبن من البقاله، قلت لها ما ابغى، امك زعلت كذا وانت حسيت بتانيب الضمير، فرجعت بالزمن وامك قالت لك يا ولدي جيب لبن، تقوم تقول لها يب حبيبتي من عيوني اجيب لك لبن وخبز واجيب لك الحياه كلها بين يدينك يا امي يا حبيبتي انت. رجع بالزمن ظبط المظبيط، ارضى امه وارضى ضميره وخلاص. فهمت الفكره؟ هذا مثال بس على السريع. فهمت؟ اوكي فهمت. طبعا السفر عبر الزمن في هذا الفيلم له قوانين محدده، ما هو مجرد لعب واستهبال. اوه يلا يلا، لا فيه قوانين محددة راح تكتشفها لما تتابع الفيلم. الفيلم حاصل على تقييم 7.8 من 10 على موقع IMDB ومدته 2:03 ومصنف للكبار فقط، فاعمل حسابك يعني. الفيلم الثاني Midnight in Paris واللي صدر سنة 2011. يقول لك غالبا ما تسمى باريس بمدينة الحب والرومانسية لأن المدينة على مر القرون امتلأت شوارعها بقصص الحب، ولا تزال جدرانها الحجرية تحتفظ بأسرار قلوب وأرواح العاشقين القدماء. فكيف توظف جمال هذه المدينة وتاريخها وروعتها في فيلم ما وتضيف لمستك السحرية عليه بحيث تخرج بفيلم جدا شاعري ولطيف ورومانسي من أروع ما يكون؟ ببساطة ضيف على هذا الفيلم ملعقة بسيطة من الخيال والرومانسية وشوية مطر ورشة كوميديا كذا، يعني يدوبك بوم، صدقني راح تطلع بفيلم واو. وهذا اللي حصل مع فيلم Midnight in Paris، وهذا الشيء اللي خلى هذا الفيلم واحد من أجمل الأفلام الرومانسية اللي أنا تابعتها. بسيطة جدا فكرته، مبتكرة ولطيفة جدا حواراته وبسيطة، وشخصياته كمان أروع. وإذا في شيء واحد نجح في إيصاله لي المخرج وودي آلن في هذا الفيلم فهو إنه خلاني أقدر جمال الأجواء الباريسية والأجيال القديمة اللي عاشت فيها من فن وفنانين وشوارع وطرقات ومناظر. يا الله وودي آلين صور باريس في هذا الفيلم بطريقة رائعة. قصة الفيلم بالمختصر عن شخص وخطيبته يتوجهون إلى باريس، وبالرغم من التصادم الكبير في علاقتهم إلا إنهم أقدموا على الخطوبة وتجهيزات الزواج. هو يحب أشياء وهي تحب أشياء مختلفة، هو من طبقة وهي من طبقة مختلفة تماما. علاقتهم خلينا نقول حلوة بس ما هي واضحة، فاهمين يعني؟ انت تشوفهم كذا في الفيلم تقول واو بس في شيء غلط يا اخي. وفي يوم من الايام وهم في باريس يقرر هذا الشاب اللطيف انه يتمشى في شوارع وطرقات باريس بعد منتصف الليل. ارض مبتلة وريحة المطر تخرج منها وروائح المقاهي والاشجار من حوالينه وجمال المباني والطرقات، كل الاشياء الجميلة اللي شافها في باريس خلته يقع في حب هذه المدينة ويتمنى انه لو يقدر يعيش فيها. وفجأة وبدون مقدمات سافر الى حقبة زمنية قديمة، فجأة يلقى نفسه صار في باريس ولكن في زمن قديم مرة. فجأة يقابل فنانين وشعراء ويشوف باريس بس على هيئتها القديمة. ايش اللي صار؟ ومن هناك تبدأ رحلة مليانة مغامرات شاعرية وفيها شوية فوضى ورومانسية. علشان اكون صريح معكم يا جماعة، الشيء اللي خلاني احب الفيلم هذا اكثر واستمتع فيه هو انه بطل الفيلم كان اوين ويلسون، واللي بالمناسبة جدا تعجبني شخصيته وعفويته بالرغم من تشابهها في جميع افلامه، بس كذا الممثل هذا رهيب كذا قريبه الى القلب سبحان الله. الفيلم حصل على جائزة الاوسكار في هذيك السنة في فئة افضل سيناريو اصلي، يب هذا الفيلم، وحاصل على تقييم 7.8 من 10 على موقع IMDB ومدته 1:34 ومصنف لمن هم فوق 15 سنة، يب لا يفوتكم. الفيلم الثالث The Age of Adeline واللي صدر سنة 2015. على العكس في هذا العمل بطلة الفيلم ما راح تسافر عبر الزمن، ولكن الزمن راح يوقف عندها، بمعنى انها ما راح تقدر تكبر، ما راح تقدر تموت الا بحادثة، يعني عمرها توقف عن التقدم. اهلها واصحابها من حوالينها جالسين يكبروا ويشيخوا ويموتوا وهي ما زالت في نفس العمر، بمعنى اصح أدلاين اصابتها لعنة الخلود، لانه الخلود مش حاجة كويسة ترى، حاجة مرعبة لو تفكر فيها. ولكن بعد فترة طويلة من الزمن أدلاين تبدأ تسأل نفسها، هل الحالة اللي انا فيها نعمة ولا نقمة؟ هل شوفتي الاهلي واحبابي واصدقائي
كل الناس اللي حواليني يكبروا ويموتوا، أنا ما زلت في نفس المكان أستقبل الأجيال الجديدة، نعمة ولا نقمة؟ ومن هذه التساؤلات تبدأ أدلاين في محاولة اكتشاف أسلوب حياة جديد يتماشى مع ميزة الخلود اللي عندها. ما أعرف وش راح تكون مشاعرك وانت تتابع هذا الفيلم، ولكن أعترف لكم الفيلم هذا لعب في حسبتي في أكثر من مشهد، فتارة كنت أضحك وتارة أخرى كنت أتأمل وتارة أخرى كنت أبكي. يب في مشهد عصر قلبي يا جماعة، إيش هذا؟ الحمد لله أنه ما يصير كذا في الحقيقة. الفيلم حصل على تقييم 7.2 من 10 على موقع IMDb ومدته ساعة و52 دقيقة ومصنف لمن هم فوق 15 سنة. الفيلم الرابع والأخير The Time Traveler's Wife واللي صدر عام 2009. نعم يا جماعة، في هذا الفيلم راح نشوف قصة أو رحلة سفر عبر الزمن مع بطل الفيلم، ولكن السفر عبر الزمن في هذا الفيلم على العكس تماما ما يتم بطريقة اختيارية، مش افتح بوابة وسافر من خلالها ولا سوي كذا وتصير في مكان ثاني، لا فجأة كذا بوم لقي نفسه في التسعينات البطل، ايش فيه؟ فجأة بوم لقي نفسه في السبعينات، يا ولد ايش اسوي انا؟ طبعا لما يسافر الى مكان ما يرجع بعدها بشوية ويبدأ يقول انا ايش صار، هو حلم ولا حقيقة؟ فحياته فوضوية مع ميزة السفر العشوائية هذه اللي هو حاصل عليها، ولكن خلال واحدة من الرحلات العشوائية ذي اللي تصير من دون ما هو يتحكم فيها يتقابل مع طفلة صغيرة من عائلة ثرية جدا، تبدأ هذه الطفلة تغير حياته وترسم له خط زمني خلينا نقول أوضح وأرتب من حياته الفوضوية. وخلوني أعترف لكم يا جماعة، بالرغم من أنه هذا الفيلم بسيط يعني ما هو معقد مرة، بس واجهت صعوبة في فهم بعض الأحداث وما زلت إلى الآن ماني فاهمها، ولكن للأمانة عدم فهمي لبعض النقاط في هذا الفيلم ما أثر على متعة مشاهدتي والاستمتاع فيه بشكل كامل. أوكي الفيلم فيه شوية لحسة مخ بس حقيقي مرة انبسط عليه، غير أنه في مرحلة من الفيلم راح يبدأ يرتفع الرتم معاك كذا وتلقى نفسك خلاص في ذروة حماسك، البطل يسافر ويرجع يسافر ويرجع، إيش بيصير إيش خلاص توصل مرحلة يا الله ما تيت كذا، فعلا توصل مرحلة كذا تتحمس بتعرف كيف راح ينتهي هذا الفيلم. الفيلم حاصل على تقييم 7.1 من 10 على موقع IMDb ومدته ساعة و47 دقيقة فقط ومصنف لمن هم فوق 15 سنة. وبس والله يا جماعة لا تفوتكم هذه الأفلام، صدقوني مرة بتكون تجربة مختلفة وحاجة مميزة، أعطيها فرصة، ما بقولك تابع، أعطيها فرصة، جرب كذا كل واحد منهم أعطيهم فرصة، عجبك عجبك ما عجبك أنت خسران إيه. إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو يا جماعة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب لو عجبكم الفيديو والاشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين وتفعيل جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول، وشاركوني في التعليقات أفلامكم الرومانسية اللي تشوفوا إنها فعلا خارج الصندوق وجات بفكرة مميزة. وختاما تعالوا تابعوني على سناب شات وعلى باقي مواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم وجيه أوتو، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.